مساء الخير رياض. يعني نحن بمحطة الغدير، يعني سمعت شوي من الحديث اللي كنتوا عم تحكوه، بس المشهد هون مش مثل ما ابدا كنتوا عم تحكوا. المشهد هون انه المحطة ماشية ولكن عم تتحمل اكثر من طاقتها. اذا منشوف بقلب المحطة عم ينزل مع المجاري، يعني رياض هنالك كمان مصاريف المسلخ، يعني شفت أشلاء إجرين دجاج بقلب المصر، شفت كمان دهان يعني للمعامل، يعني منه بس صرف صحي هنالك. يعني إذا بتجي معي بالكاميرا لتاني ميل هون، بتقطع بهيدي المرحلة وبتوصل على المصفاية، أول مرحلة مصفاية البحث وتاني مرحلة هي مصفاية الرمل، ولكن من شوي كان في دهان أحمر بقلب هذه المصفاية. يعني ما في بس صرف صحي، عم بينزل صرف معامل، عم بينزل أيضا أشلاء لدجاج من المصلخ، يعني هولي عم بيحملوا طاقتها لهيدي النقطة. وزيادة عن هيك رياض، أنه الصرف الصحي يعني 40% أنجأ بينظف هون، الباقي بيوصل على البحر ملوث. يعني شو نفع انه في مصفاية ما بينحط لها كلور، ما بينحط لها شيء، مش متطورة كفاية لتكون عم بتنقي الصرف الصحي وانه ينزل على البحر بطريقة نظيفة. يعني ما بعرف كيف معقول تنظف بس بحس وورا الرمل. بليز فرجي عمول معروف توني، لو سمحت بكاميرتك فرجي هون، يعني هون بتنظف الرمل وهونيك فوق بتنظف البحث. فهيدا المشهد هون رياض من محطة الغدير، هي فعلا مشهد ببكي لأنه بس أنطوني هيدا شفناه شو يعني أوساخ ما بتحمل رمل وشوي. هيدا اللي عم نشوفه أوساخ، يعني بقايا، هيدا أوساخ الرمل وبذات نعم بقايا. آه يعني بس رياض يعني أنطوني هي بس من شوي بس قبل بتصفي ما يتغير. بتصفي الرمل والحجار والشوي، نعم، بس المجارير والمياه بتصفي رمل وحجار بأول مرحلة بحص. مظبوط، عم بتروح على البحر رياض، منا نظيفة، يعني ما عم تتنظف الصرف الصحي كيف إذا كانت مخلوطة كمان بأشلاء من المصلخ، منا معالجة جدا بدائية. واضحة استاذ رياض. أنا بس بدي أخذ فاصل لأني رح نرجع أتعلق على الموضوع. لا ضروري، معلش هلا دغري مشان ضيع على أي شيء. بس بسريع، المحطة عبارة عن محطة معالجة تمهيدية الآن هلا. بس الناس شو قال ذنبها يا أستاذ؟ يا أستاذ ما فيني خبر الناس محطة، هي وظيفتها. هلا دراسات عم تنعمل لتكملة المحطة مقابلة بمكب الكوستا برافا، لتنعمل محطة لتوصل لمحطة معالجة سنوية. نحن بس تخلص هيديك المحطة ويتم تسليمها للمؤسسة، تجي بتقلي انه عم تطلع المي. هلا هيدي المحطة هي وظيفتها انه بهالطريقة ازالة شوائب ورمول و ضخ الهواء بأحواض الترسيب، هي وظيفتها. المهم وظيفتها أنه ما بتعمل شيء، المجارير مثل ما هي، الناس بتعلق بالسيارات، بتشم ريحة مجرور، بتتلوث بالمجرور، بيصير معها سرطان. وبانتظار من سنة 92 ننطر مجلس الماء والأعمار، وننطر المتعهدين، وننطر كل الدولة الكريمة أنه تعالج هذا الموضوع.